البالغة الأهمية ونعد منها الكنز الثمين في أسرار الدين لوقيت هذا إنجاز كان أو إصدار كان قديم عن في السينات كان قبل ربما من أوائل إصدارات الروحانية في الخطب المنبرية كانوا عندي موجودين الجواهر الباهية الأنوار الدرارية ثم الإشراقات الروحانية الخطاب المنبرية وفصل ذكر الله والصلاة على النبي الرحمة الفقيه العلامة الفاضل فضيلة الشيخ العالم الصوفي الجليل الأستاذ الكبير سيدي عبد السلام الخالدي العمراني كان تشرفوا حنا جمعية أرشيف العرائش لتوثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي بالتواجد في البيت ديال هذه القامة الكبيرة القامة اللي هي ماشي فقط قامة محلية وإنما هي واحد العلامة كوني فضيلة الشيخ عرف في أواسط العلم والمعرفة والتصوف بموسوعيته وعلمه وأدبه وخلقه النهل من التربية النبوية الشريفة من موالد قرية الخالديين 1938 قبيلة بني عروس إقليم العرائش بدأ المشوار الدراسي مع القرآن الكريم والعلوم الشرعية بإعازة من والديه في قريته طبعا منذ النشأة بقبيلته ثم عند انتقاله إلى مدينة العرائش لمواصلة دراسته الثانوية في المعهد الديني الأصيل قبل أن يلتحق بمدرسة المعلمين في تطوان حيث تخرج وتكون ثم تخرج ليبدأ مشواره في التدريس في مراكش ثم طنجة ثم مدينة العرائش هكذا مشوار التصوف بدأ من خلال الأخذ عن طريق الشيخ سيدي عبد القادر بن عبد السلام بن الحاج عبد القادر بن حمد بن عجيبة الحسيني صاحب تأليف حسني صاحب تأليف بدأ منذ سنة 1970 تقريبا بجمع كتب الشيخ أحمد بن عجيبة التي بلغت 40 تأليفا